السلام عليكم. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، أنا في التشهد الأوسط أقرأ التشهد كاملا، نعم، هل هذا يصح أم النصف بس عند التشهد؟ هو ليس بباطل، إن قرأت للنصف فقط فهو حسن، إن أتممت فلا إثم عليك. طيب، وأنا يا شيخ مثلا في الركعة الثالثة أحيانا أنسى إن مثلا ما فيش سورة بعد الفاتحة، واقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وابدا مثلا في القراءه، اتذكر احيانا اسجد على طول، ارفع يعني بعد ما اتذكر ان دي الركعه الثالثه. لا، ممكن ايضا تقراي قران بعد الفاتحه في ركعه ثالثه، يعني وردت روايات تفيد ان النبي عليه الصلاه والسلام اجتزأ بالفاتحه في الركعه الثالثه والرابعه، وهذا صحيح، ولكن ورد ايضا ما يفيد جواز القراءه. عموم حديث النبي عليه السلام اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وأيضا استنبط العلماء من الحديث الذي سأذكره الجواز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الظهر يقرأ في الأوليين بنحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، فدل ذلك على أن الأخريين من الظهر أطول من الأخريين من العصر، فيجوز أن تقرأي ولا مانع لما سلف، والله أعلم.